السلام عليكم، معاكم دكتور الصيدلية محمود قريطم. ناس كتير بيقول الصيدلية عايزين نتخن يا دكتور، مفيش حاجة تتخننا بطريقة آمنة وطبيعية بدون أي آثار جانبية على الصحة. عشان كده النهاردة جبنا لكم منتجين فعالين ومتميزين، متميزين جدا، بيساعدوا على زيادة الوزن وعلاج سوء التغذية بطريقة طبيعية جدا وبدون أي مشاكل أو أي أضرار على الصحة. أول منتج معانا هو إيجي جروس بودرة. زي ما حد شفته ايجي بروس بودرة هو عبارة عن منتج طبيعي بيحتوي على مجموعة من البروتينات الطبيعية، لبن السرسوب البقري وكازنات الكالسيوم، وكمان في زيت جاهل القمح ومجموعة من الفيتامينات اللي بتساعد على زيادة الوزن وعلاج سوء التغذية بطريقة فعالة، وكمان بتبني العضلات. المنتج ده كويس جدا وفعال الاطفال الكبار، الاطفال من عمر سنه كمان، وبيستخدم في الحمل المرضعات بامان وفاعليه. كمان ممكن الناس الرياضيين اللي في الجيم يستعملوه كمان كمصدر طبيعي للبروتين بدون اي مشاكل على الكلى او الكبد. استعماله في الاطفال بناخد معلقه صغيره، بناخدها على كوبايه لبن او عصير 3 مرات في اليوم بعد الاكل، وبالنسبة للكبار بناخد معلقة كبيرة أو معلقتين كبار على كوباية لبن أو عصير 3 مرات في اليوم بعد الأكل. طعمه مستساغ وطعمه جميل، هو بطعم الكاكاو أو نكهة الكاكاو. تاني منتج معانا اللي هو تروزيم أقراص. زي ما حضرتك شفتوا تروزيم أقراص هي عبارة عن أقراص خميرة. الخميرة غنية جدا بالأحماض الأمينية الطبيعية وفيتامين ب. الخميرة بتزود الوزن فترة وجيزة، يعني في شهور بسيطة الشخص بيحس بزيادة في الوزن بدون مشاكل على صحته. استعملها وحباية بعد الأكل 3 مرات في اليوم. كمان الخميرة مفيدة جدا للبشرة وللشعر والضوافر، بتقوي الضوافر وبتساعد على حيوية ونضارة البشرة عشان بتحتوي على مجموعة من الفيتامينات الطبيعية. كمان بتمنع تساقط الشعر وتنعم الشعر، وبتأخر ظهور كمان الشعر الأبيض، يعني بتأخر ظهور الشيب، وده حاجة كويسة جدا وحاجة ممتازة جدا. استعمال تاني للتروزيم لأقراص الخميرة، ممكن الخميرة يستعملوها في التخسيس، بس أنا ما بفضلش الكلام ده. هو التخسيس استعمال غير مدرج، يعني عشان ان الشخص يحس بالشبع نستعمله قرص قبل الاكل بساعه 3 مرات في اليوم، لكن هو استعمال خميرة اساسي او تروزيم اساسي في زياده الوزن وفي علاج النحافه. طيب بالنسبه للايجي جروس والتروزيم استمر عليهم قد ايه يا دكتور؟ استمر عليهم شهرين. بس في نقطه مهمه جدا، ان قبل ما ابتدي اعالج الشخص النحيف او قبل ما ابتدي ازود الوزن لازم اعمل مجموعه من التحاليل الضاريه اللي هو زي صوره الدم، لان لو طلع فيه انيميا لازم اعالج الانيميا الاول قبل ما ادي حاجات تزود الوزن. كمان لو في اعمل تحليل غده درقيه لازم ضروري، لان لو طلع في فرط نشاط في الغده وزياده في الغده الدرقيه ساعتها ده هيبقى السبب الاساسي للنحافه. يبقى لو عالجت الغده الدرقيه يبقى انا كده هيساعد معايا في علاج النحافه، يبقى انا عرفت حطيت ايدي على سبب النحافه. يبقى تحليل صوره الدم، تحليل هرمونات الغده الدرقيه، دي تحليلات مهمه جدا قبل ما ابتدي في علاج النحافه. نقطه اخيره قبل ما انهي الفيديو، من الحاجات الطبيعيه كمان اللي بتزود الوزن اللي هو زبده الفول السوداني. زبده الفول السوداني عايز اقول لكم غنيه جدا 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 بالفيتامينات اللي بتساعد على زياده الوزن وتقويه الجسم باستعمال الاطفال والكبار. مثلا بجيب رغيف عيش بحط عليه معلقه عسل واحط عليه معلقه زبده فول سوداني، واخدها مره الصبح ومره بالليل للاطفال، والكبار بحط برضو رغيف عيش عليه معلقه عسل، احط عليه معلقه كبيره زبده فول سوداني او معلقتين كبار،
واخدها مره الصبح ومره بالليل، واستمر عليها لمده شهرين. وكمان عسل النحله والمنتجات اللي بتحتوي على الحديده برضو مفيده وفعاله، زي التفاح والبنجر والخرشوف والبتنجان والكبده، حاجات دي مفيده جدا كمان انها فيها حديد، وبتساعد برضو على زياده برضو الوزن وامداد الجسم بالفيتامينات والمعادن اللي محتاجها الجسم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ويا رب تكونوا استفدتم. سلام عليكم.